واش لافامي، السلام عليكم. رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد. تويكا فهم العرض نتاع لطفي العبدلي ل 19 في شتوتغارت، وجيت 90 دقيقة تو 7:30 نشوف بالك شنو نلقى تسكرة، ونورمالمون عرض مع 8. وتويكا ليلة محمد رسول الله 7:30 ان شاء الله نلقاو تسكر، وكان عندي زهر نصوركم شوية الأجواء. يعني 7:30 شوفوا نورمالمون هوني تساكر، مانيش عارف نورمالمون كان صدقني يا ربي. هذه بلاصة اسمها برلينا بلاتس، وعب شوفوا شارع نلقاو تساكر ان شاء الله. مني سي بون يا جماعة، عطينا تيكي نصوروا شوية الأمبيون. العرض هذا موجود في سنتر كولتوريال شتوتغارت، فما برشا قاعات، فما برشا سالات متعارض، هذيك فما بيفات كما تشوفوا. نعمل دورة صغيرة لتون يبدأ العرض متاع عبدلي شو، العرض تاع ميد ان تونيزيا. انا حضرت لها اليبوك تقريبا، اول عرض في تونس صار في تونس العاصمه تقريبا 10 سنين تيلي ولا حاجه، برامو 10 سنين تيلي. تويكا هاوسا في بليزير باش نعاود نرجعوا نفرجوا فيها، والمره هذه مش في تونس، المره هذه في المانيا. على الاقل واحد يبدل شويه جو على الاقل. مرحبا بيك خويا لطفي في المانيا في شتوتغارت بالتحديد. ما تويكا فما الاسبوع هذايا نتاع الثوره عاملين يعني تونس شبوخة، وعاملين يعني اسبوع تونس ثقافي يعني يمثلوا به تونس، ثقافه تونسيه ودرجنيه والارتيزانه، وجابوا يعني برشا حاجات عملوا برشا عروض، ومنهم منظمين العرض نتاع لطفي العبدلي هذا عبدلي شو تاعي. باش نصوروا شويه الاجواء، نورمالمون انتردي باش نصوروا العرض الكل، بالطبيعه بيان سور ما نجموش باش نصوروا الكل، ما نصور لكم شويه هكا الاجواء الامبيونس. هكا والله صافي بليزير، ميرسي لطفي كي فكرتنا وجيت بحذانا هوني شتوتغارت، وميرسي يعني للجمعيه نتاع المواطنين بالخارج في شتوتغارت اللي جابوا لطفي وتفكرونا، وعلى الاقل يعني عملوا لنا عرض به. والله صافي لونتون ابارامون 2015 ولا 2016 جا لطفي جعفر القاسمي زاد عمل عرض هوني في شتوتغارت في ميرينغن، والمره هذه جانا لطفي. ابارامون يعني الجمعيه هذه كانت تنشط وقصت بريود صغيره، وتويكا رجعوا ويحبوا يرجعوا يعني بقوه، وان شاء الله ربي معاهم يعني، وان شاء يعني نتمنوا لهم كل التوفيق، لخاطر حاجه باهيه كيف هناك يعني المواطنين بالخارج، الناس يعني الناس كيك شو اللي زاد الناس تستنى، مازال تستنى انا نستنى. خذيت تذكرة في بلاصة أحسن بلاصة تقريبا في العارض، باش نوريكم أخواتي شوفوا. نشوف حد شاي شو سهلة مخبرها ولا بلاستي وين ولا زهر على الاخر. كبيرة القاعة على الاخر كان نشوفها يعني كبيرة، اما انا بلاستي جت في اخي ببلاصة. اما اللي جماعة اللي عارفين البادجت اللي كلش نعملوا في اللايف، احنا جمعية التنسيق في شتوتغارت اللي تنظم الايفنت هذا، وعندنا برشا حاجات تتبنى، عندنا برشا نشاطات من اقدم الجمعيات التونسية في المانيا اللي تكون 95 كانت انيسيتيف تاع تامدا برافو يونيفرسيتي تاع شتوتغارت كونوها، وعندنا جماعة اللي حاضرين معنا اليوم جايين سبيسيال من سويسرا اللي كانوا مساهمين في تكوين الجمعية 95. الجمعية بتاعنا عندنا ثلاثة أهداف في الحقيقة. الهدف الأولاني تاع الجمعية بتاعنا هو باش ناخذ كل التوانسة اللي عايشين في شتوتغارت هنا بلاتفورم تاع كولتور، معناها نعمل في جو تونسي، نحبوا شوية ياخذوا بلاد، هذا هو الهدف الأولاني تاع الجمعية بتاعنا.
كما نجيبوا لطفي اليوم ونعملوا لمات تونسيه ونعملوا قعدات باش نعيشوا شويه تونس هنا في شتوتغارت. الهدف الثاني بتاعنا بتاع الجمعيه التبراريه للمجتمع الالماني اللي تونس بلاد باهيه واللي عندها برشا حاجات اللي من الالمان ما يعرفوهمش، معناها في الفاسات بتاع تونس اللي الالمان ما يعرفوهمش، نحب نوريهم. الهدف الثاني، الهدف الثالث نحبوا نعملوا احنا نسميه جسم بلاد المانيا وتونس، نحبوا نعاونوا بلادنا، نحبوا نعاونوا تونس في برشا ميادين، في الميدان الاقتصادي، في الميدان الاجتماعي، وزاد نحبوا نعاونوا كما الفكره تاع اليوم، تاع العرس من النوبة اللي مشينا عندنا شكون شازارة تاع العرس من النوبة، الحالة سقف في دار العرس تاع من النوبة. دار العرس تاع من النوبة باش يحكيكم عليها شوية زهير، أما حالة الحق سقف وك علاش نحبوا نعاونوا ونساندوا. وعندنا برشا مشاريع أخرى حتى في منزل بوليفيا اللي هي البارتنر شيب تاع شتوتغارت، نحبوا نلحقهم باش نوصل نحقوا المشاريع هذيا، نسحقوا إعانة منكم. نسحقوا جماعة تعاوننا تدخل معنا في الجمعية وتساندنا وتجيب لنا أفكار وتعاوننا في باش نحقوا مشاريعنا. أوكي، الجمعة هذيا ما نجموش نشوفوها، ما نجموش نشوفوها وحدنا كفعايل، نجموش نشوفوها كان يعاونونا برشا باش نكونوا هما السيد القنصل تاع منشن السيد محسن السبعي عاوننا برشا وعاوننا جاليا ترافل تو دو اللي عطيتنا فلوس وعطيتنا اليوم الفاوتشر الويكاند في حمامات اللي باش تربح اليوم في كومبولا سي تي ان اللي عطيتنا 5 فوا 200 اورو اللي امان ساعة ولن ولا فهمت السين العارف مين من الديريكسيون لا ولا تعرف في العالم كل حتى فرنسا واحد معناها مستطيل هذا مستطيل الماني ديريكت القبانة والمرة تشوف مستطيل بيرو في لقاء مرحبا بكم مرحبا بيا انتم مرحبا Stuttgart. بالبرد خلط وليت شرشر شرشر انا جيت راجع وتسددني البولة مرة يا بليل عليه عليك مرة برشا في ألمان لو ياخذ وقت من ألمان بصراحة انا نسافر ياسر والأوروبا تكون نعرفها أكبر بلاد تو ما تعرف أكبر بلاد منظمة أكبر بلاد نظيفة بالحق النظم هما الألمان. أبارامو. شنو هذا صح؟ سيدي كامل من أول فرحان عرفت تفرح كي تشوف النظام جاي نتاعك حتى كي تجيب من ستراسبورغ لهنا تضرب ساعتين ساعة ونص اثنين تشوفك الغابات والأوتوروت والدنيا محليها الأوتوروت تراه الأوتوروت بالحق. اللي عجبني في النظام حتى دنيتهم نظمة الأوتوروت موجودة زي الأوتوروت. والعباد تسوق بالحق تجري في 170 وما تشدش بيه فما حتى واحد يكفر على الاخر التصميم توك فار في هذه عند الحق وعليك تشوف كيف يكفر ما تستغربش نحن المسلمين اكثر عباد يكفروا برا فهمها للكفار وبعد شوف نظام تقول هذا الكفار الحق ولا كاميرا كاشير بعد قوم رد القيام يقولوا لا مش انتم هم راهم انا النظافه هذيا سكيزوفرينيا هذيا والنظام هذايا وخدمه ربي مش حاسبهم كيف ما نحن شكون شي حاسب وحاجه اخرى الغابه تراها غابه هنا تقعد فيك غابه العباد لا في تونس الغابه في العباد والعباد في الدروب في القهوه والقهوه في السبيطار بوطة من عندنا اللي بوطة تسبوطة
وينه اللي قل التحيات حتى تفضى أربعة؟ صور أربع إيمان خدها ما فهمت قول بلا سكس عايشين في الحضانه والله خشي غريب فيهم شو هذا يوسف سخط نيفان كيف تحرك المراد انا عندي واحد الحق بالشطار ماذا في كل شنو جاي عسل الشرب يعني بعد شيء الطبيب حسن امي عملت تحاليل مثلا وش بعد الطبيب قال له نتمم نقص ميكروبات وين الميكروبات؟ اي والله يا اخي وين قداش لما كسبوا لطفي لطفي حفل يا ابو عشان بعد الضحك معاه والله والله عظيم لكن لاحظتها في يوم جمعة كاملة يا اخي كلمة ليلة قوم الصباح اللي يهز بسكليت وليه وقت ما فما برد قد ما يزيدوا ينشط تو فهمت علاش الشعوب هذه ناشط ونحن بخيين مسخانة نحن عايشين كايلة في مخاخ ألماني ربعي تشترك يا برافو ما بيعطليش بالورود تاعها تعب قصدها تاعها شبا تعمل دي بيراكة تاعها الدوا ما تحكش قبل باش مش نحقاي باش مش توقف الإيكونومي بتاعي خب واحد ولا المرو ريتشي ألماني ياك المرو والله شيء يدمخ قسم من عدم يعجبوني جمعة كاملة يخدموا الألمان هذه لحظة انتم تعيشوا ليه ممكن تل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 
يخدم 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 يروح يقعد يخدم نهار السبت ما يخدموش ساكتين يخدموا البيران ساكتين ما يتكلموش أي الو أي بي وبعد صاحبي إذا بلعوه كنتم في الشارع تسمع آه عادي تمشي في فرنسا في المانيا في العالم الكل تلقى مثلا في الشارع في نهج كبير حانوت تياتر سينما قهوه سكس شوب عادي سكس شوب انا شكون يستغرب يقول سكس شوب عادي يبيع لي كلاس تصور في تونس مثلا سكس شوب حتى مخ ما يقبلهاش انت بدك تطور لا انا هذا ماشي جاي على الاوروب وفنان زعما تفكر كل ما تعدى بست شهور ما قبلهاش مخي نطلع عليه اليوم سبحان الله فما كلتير ثقافه من داخل فما حاجات تتطور فيهم فما حاجات ليه انا سكس شهور وكان وحدين تحكى والدنيا ولكن الاختيار نحن نحسبوا هذا الموضوع ما نحبوش نحكي فيه كبيرة خربت هكا بقول لك خلينا نختار لها حاجة تصور يولي عندنا سكس شوب طيب قاعدين نتفرجوا هوني لطفي عبد الله وحدنا نزار الشاري تونيفيزيون الراجل التونسي يا حبيبي تحياتي العام الأولانية تكون عارفة ما احلى بدنها نكملوا العرض ومن بعد نصور معاه شوية سيف الكليبات، ديزاتليت، مكانات، ما عادش ما عادش يحب المرأة مزهزة الثانية، مش متدورش عليكم المرأة التونسية في أي بلاد في العالم تقول هذه كانت تونسية ظاهرة
خاطر تعرف عليه ظهره عربيه من طوب برميل العرب اللي راه العرب ما عندها ثقه في روحها في الشارع ما حلاها الفريسي طويل تضحك تفدك تحكي ماليه الدنيا علينا في الشارع سمباتيك مصراره متكلمانيه سون كومبلكس هكك الضحكه والشهلوله وكككي وككك ما بلنا في الشارع كهو عليكم هوني معنا نزار الشعري تلفزيون نحبه ياسر وهو موديل سوسيال تونس الحمد لله الحمد لله مرحبا بك خويا مرحبا بك في الشوتغال مرحبا بك سوالي حلوة لطفي حفلها في جولاي 7/10 الناس تعمل في تصور مع نزار الشعري خاطر هو مستدعين وضيف شرف هوني لشتوتغارت للتونسي شفاخة هو بجي يعني برشا تونس كما عماد هذا التصوير هذا معايا لطفي العبدلي تحية خاصة وابوني هو لطفي العبدلي ميرسي عايش عايش نحبوك برشا شهر الشتاية وتليفوني وفي بلاصة بزنس نورمال ما فيش بلاصة ما هو اليوم على زمان أكيد لقينا معلت العديلي ونزار الشعري أكجتها تونس حتى الألمان على أتهم الصحة أتهم الصحة جمعية بتاع تونس في الاشتغار هم اللي عملوا الأورجانيزاسيون اللي بتاع أحكي اللي حكينا نتصور معلت هاي مشي الروح يا جميع الألوية احنا كهو في هوني فيديو في هوني الولوك هاي اتريبيانتو بيس